number one place اولا او المكان الاول الذي كانت مدائن صالح، كان ذلك المكان ذو سحر خاص في نفسي لأسباب كثيرة ومختلفة، ليس فقط لمجرد، طبعا ليس لأنها مدائن صالح، ولكن العلا، المنظر الطبيعي هناك كان مكانا مذهلا حقا. زرت مؤخرا الهفوف والحسا، ووجدت تلك المنطقة شديدة الإثارة وهي مختلفة. أذهب غالبا إلى جدة تقريبا مرة كل شهر أو شهرين، لأن جدة تمتاز بالمدينة القديمة الجميلة جدا، والتي يعني تعبق بالتاريخ، والتي يمكن استثمارها إلى أبعاد كثيرة جدا. زرت أماكن أخرى أيضا في السعودية، ولكن جدة، الدمام ومدن أخرى، هذه هي المناطق التي زرتها. سعادة السفير، قبل أن تأتي إلى المملكة العربية السعودية أكيد كان في صورة ذهنية عن السعودية وعن المواطنين السعوديين. ما الذي توقعت أنه موجود ولم تجده، أو ما الذي توقعت أنه غير موجود ووجدته؟ I knew very little about Saudi Arabia. كانت معرفتي قليلة جدا عن السعودية عندما عينت، لكنني قرأت كثيرا عن البلد، وعندما وصلت بالتالي كانت لدي معرفة. ولكن قبل أن يتم تعيين ينبغي أن أقر أنني لم أكن أعرف ما يكفي، وهذه حالة الكثير في أوروبا الغربية وفي العالم عموما، معلوماتنا قليلة جدا عن هذا البلد، وهذا بالتالي يعني أن هناك الكثير من الانحيازات أو الانحياز. فالصورة التي كانت لدي عن السعودية كان علي أن أصحح الكثير فيها. طبعا توقعت أن تكون أكثر عدائية، أو مجتمعا صعبا، أو بلد متطرف إسلاميا، ولكنني تفاجأت كثيرا لكي أكتشف وأن أرى بلدا مضيافا جدا، وهذا شيء غير معروف خارج المملكة العربية السعودية. هناك شعب مضياف لطيف يرحب بالضيف. إذا خبرتي بالتالي كانت إيجابية للغاية، وأنا ممتن جدا لهذا.